يا هلا والله شباب، السلام عليكم. اليوم نجرب التحديث الجديد ونشوف شو الستايلات اللي جايتنا. ومعلش على السحبة، والله كنت مريض الفترة اللي راحت، فان شاء الله يعني هلا بنرجع بنستمر. خلينا نشوف ايش جاينا. اوكي، تعال الاشتراك الشهري. فا اوكي، لودينج سكرين وموسيقى جديدة وستايل، شكله السكن ستايل واكس. في شي ثاني؟ شنطة إضافية ونفس الستايل سوقوه هذو. خلينا نشوف ثانية. نعمل المسح وين جديد. اوكي الاشتراك ستايل واحد، جاني مرتين وتاك سوقوها، بس مشكلة انه سكن الصراحة بيض، يعني ما ادري ما عجبني. فلو تشوفوا الاشياء هاي الدراعات اللي يمينه ويساره ما لها داعي، لو يشيلوها بصير ديم يعني، ف ما ندري. وشوفوا الخريطة بيقولوا انه في منطقة جديدة وفي هي تحدي لسلسلة المشاهير علي ايه، عليها بخاخ، قم بتصفية الخصوم في تجربة علي ايه في مختبرات ايبك. ايش التحدي الغريب هذا؟ طب الايتم شو بتغير؟ خلينا نشوف. ما ادري، ما اتوقع انه تغير. ستار وورز لسه موجودين، لا هو نفس ما هو، ما تغير شيء لانكم شايفين. اوكي، على سيرة الايتم شوب، فلو حبيت تشتري شيء لا تنسونا من كود الدعم يا شباب، الله يسعدكم. هو عبارة عن 4 حروف AKOO. هلا بدنا ننزل نشوف المنطقة الجديدة اللي نزلت. خلينا نحط سولو. تمام، تروح على الخريطة بتلاقوا هنا في منطقة جديدة، هنا وهنا مثل ما انكم شايفين، تلتة تغيرت وعن هنا تغيرت. فخلينا نشوف ايش اللي تغير. طبعا شباب انا دخلت باتل لاب بسبب ان الباتل رويال صراحة ما ادري شو وضعهم، بيحبوا يخربوا، ما ادري صراحة اي رفت لازم ادخل عشان يرسمني قريب من المنطقة. اوكي بعيدة صح، فخلينا نروح عليها عبين ما نوصل. خلينا هيك شوي نسولف. كيفكم يا شباب؟ شو الاخبار؟ عاملين ايش؟ صح زمان عن اليوتيوب، والله صلي زمان ما صورت، صلي تقريبا حوالي اسبوعين. شوفوا شكل الماب شلون صار فوضى. اتمنى السيزون الجاي يرجعوا سباس ويصير احلى لعبة. اوكي هاي المنطقة الجديدة مثل ما انكم شايفين، وهون اللي حيصير الحدث. عم يقولوا هون حيصير الحدث، جهاز يوم النهاية هيك بيقولوا عليه، نفس اللي سواه مايدس زمان. الحفارة هاي هون ايش جابها؟ ما ادري انتم شايفين، في حراس طبعا اي او هون. شو هيدا الجهاز؟ ما ادري. طبعا في جاذبية بهذا المكان، الطيراك. خلينا نفتح هذا الشست، شوفوا في جاذبية بهذا المكان، فيها النار. طب نتدمج منها لو رحت عليها؟ اصبر يعني لو رحت لهون لا يعطيني هيك مثل التأثير تاع البونسر. فحلو يعني ترى، شوف وين بيرفعني الحين بعد التأثيرة، يرفعني كثير بسبب هذا التأثير اتوقع. يب يب، وهي المنطقة شباب مثل ما انكم شايفين تبع الحدث. فاعطونا رأيكم فيها، الحلوة تنزلوا فيها تفايتوا؟ ما اتوقع انه تناسب هذا الشيء اساسا، بس يعني حلو انه في حدث بمعنى بهذا الموسم. والمفروض يطلع عداد فوق المنطقة فوق ويطلع معنا كمان في اللوبي. وحنزل لكم مقطع بعد هاد، في سكن مجاني قادم قريبا، فحنزل لكم مقطع شو هو السكن والاشياء ذي. فوصلنا نهاية المقطع وبيس اوت.